استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق فرانسيسكو ديلا مدير التعاون الامني الدولي لحلف الشمال الاطلسي الناتو والوفد المرافق صباح اليوم وذلك بمناسبه زيارته للبلاد وخلال اللقاء رحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بمدير التعاون الامني الدولي لحلف شمال الاطلسي حيث أشاد سموه بالعلاقات الطيبة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين مع حلف شمال الأطلسي وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم مع الناتو والتي تخدم المصالح المشتركة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خصوصا في التعاون في المجال العسكري والتعاون الدفاعي والأمني